السلام عليكم إخواني، الصورة اللي أمامنا الآن هي صورة للبيض الذي تضعه الأم الكاذبة. نشاهد كيف أن العين السداسية فيها أكثر من بيضة واحدة، هناك بيضتين، 3 بيضات، 4، 5 بيضات في العين الواحدة. البيض تجده في أسفل العين السداسية، تجده في جدران العين السداسية، يعني موضوع في بصورة عشوائية تماما. البيض موضوع أينما اتفق. شوفوا هنا مثلا، هناك ربما أكثر من هنا، مثلا يوجد بيضتان هنا. شوفوا هنا البيضتين أو البيضتان راهي تماما أسفل العين السداسية، بينما البيضة هذه راهي في جدار العين السداسية. طبعا لأن الأم الكاذبة تضع البيض بشكل عشوائي، وكيفما اتفق تضع أكثر من بيضة واحدة في العين السداسية، على عكس تماما على عكس الملكة التي تضع بيضة واحدة في العين السداسية، والبيضة هذه تكون مخصبة تعطينا شغالات، نحلات شغالة. أما البيض هنا في هذه الحالة فهو غير مخصب، وأكثر من بيضة واحدة في العين السداسية، وفي النهاية هذا البيض راح يعطينا ذكور، مش راح يعطينا نحلات شغالات أو ملكات، راح يعطينا الذكور فقط. شوفوا التموضع تاع البيض أسفل داخل العين السداسية. البيض هذا قلنا يكون غير منظم تماما، بحيث أنه أعمار الحضانة راح تكون مختلفة متفاوتة، وراح تكون على شكل قباب كما رانا نشوفه هكذا بعد ما النحل يقوم ب عفوا عفوا الصورة أصبحت غير واضحة. قلنا النحل راح عفوا الحضانة لما تغلق راح تصبح على شكل قباب هكذا كما رانا نشوفه. شوفوا كاين قباب مرتفعة جدا، كاين المنخفضة نوعا ما، كاين المنخفضة تماما، كاين المفتوحة، كاين اللي على وشك الإغلاق. هذه العشوائية هذه كلها سببها غياب الملكة. الملكة لما تغيب الفرمون تاعها الذي تفرزه طبعا أيضا سيغيب عن الخلية، وبالتالي بعض النحلات الشغالات راح تتحفز عندها غريزة الولادة أول على البيض، فتضع البيض، وللأسف هذا البيض راح يكون بيض غير مخصب، وراح يعطينا ذكور، وهو بداية نهاية الخلية في حال ما إذا النحال لم يتدخل. على كل حال احنا ما ناش راح نتكلموا في الأسباب وفي الحلول، ولكن أنا فقط حبيت باش نشوف مع بعض البيض كيفاش داير، باش لما النحال خاصة المبتدئ لما يطيح في ظاهرة كيما هذه أو يتصادف مع ظاهرة كيما هذه، فيعرف مباشرة أنها الأم الكاذبة، وأنه لازم يتخلص منها لأن خليته راهي في خطر. طبعا هناك حالة أخرى تعطينا الحضانة تصبح كلها ذكور، وهي حالة أن الملكة غير ملقحة. الملكة لما تفشل في الخروج للتلقيح بسبب العوامل الجوية في الخارج أو بسبب انعدام الذكور، تنتظر لمدة معينة ثم تبدأ في وضع البيض. هذا البيض للأسف هو بيض غير مخصب، وكله أيضا راح يخرج لنا ذكور، ولكن راح يكون منظم تماما، الحضانة تكون منظمة، ويكون عندنا بيضة واحدة فقط في العين السداسية لا أكثر، مش في مثل الحالة هذه اللي راهي عندنا اليوم، حالة الأم الكاذبة. أيوا شوفوا هنا مثلا، هنا راهي كاين كمية كبيرة جدا من البيض. هنايا عفوا، لأن شوية راني مكبر الصورة، وبالتالي هنايا كاين بيضة واحدة، هنايا كاين بيضتين. هنا نحاول نرفع مع بعض البيضة هذه إذا قدرنا. العملية شوية صعبة لأني راني نشوف عن طريق الهاتف، مش سهلة تماما. ما رفدناهاش، نعاود نحاول في مكان آخر.
هدوء هذا هكذا. نظن هاي البيضة واضحة، هاي في رأس البيكينج أو القلم المخصص للتطعيم. هذا هو البيض الذي تضعه الأم الكذبة. نظن الصورة واضحة تماما. هاي هنا، وبالمناسبة هذا هذه البيضة اللي رفعناها بالبيكينج هي أيضا رسالة إلى من يعتقد أن التطعيم، عملية التطعيم، أنها عملية صعبة. التطعيم هو رفع اليرقات، وأنا شفتوني الآن رفعت بيضة، يعني البيضة رفعتها، فما بالك بيرقة عائمة في الغذاء الملكي؟ طبعا راح تكون أسهل بمئات المرات من رفع بيضة واحدة. لذلك اللي عنده خوف أو عنده شك ما يخاف ما يشك ويقوم بالتجربة، وعلى قصدي على التطعيم، ما هوش موضوعنا اليوم ولكن هكذا جاء في سياق الحديث. المهم ما نطولش عليكم، أنا نخليكم نتلاقى في عدد قادم إن شاء الله، ونكمل الدردشة تاعنا أيضا في الأعداد هذه القادمة. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم، ونتلاقاو في فرصة قريبة إن شاء الله. وعذروني عذروني كما قلت لكم، لأن الأجواء راهي باردة جدا، ما نقدروش نفتحوا الخلايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.